منورانا ومليون مبروك على البطولات الكتير اللي انت ما شاء الله حققتيها في فتره قصيره جدا. انت بتلعبي تحت سن 13 كده برضه، والشهرين اللي فاتوا لوحدهم كان في مجموعه من البطولات اللي شاركتي فيها. مبروك، وعايزين نعرف منك بقى تفاصيل البطولات اللي حصلت الفتره اللي فاتت واللي انت حققتي فيها. ممكن نبدا حتى تعرفنا اكتر على نفسها، يعني لو حابه برضه تقول لنا انت ابتديتي سن كام والحاجات دي. انا بدات وانا عندي 8 سنين. بدأت كان اخواتي هما اللي بيلعبوا الاول، بعد كده كنت رايحه العب معاهم. كابتن قال لبابا ان انا هبقى بطله وكده، رحنا اتمرنا وكنا في الاول مش مركزين قوي. بعد كده بابا بدا يركز معايا، وصلت الدور 16. من 16 كان تصنيفي 13، اخدت اول ما شاء الله. وبعد كده بقى بدأت لعبت 4 فاينال، أخدت 2 مركز أول. برافو عليك. تحت 13 سنة. هاي. وفي الشهرين الأخرين أخدت أول فرق بطولة العرب وأول زوجي. جميل. وأخدت 6 عالم في بطولة الاتحاد الدولي. ما شاء الله ما شاء الله.